السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكل. اكيد ان شاء الله في احلى اكله، ولكن الحكايه تعالى اوريكم النهارده عندنا طبق حلو عامل ازاي. والله النهارده جايبين عندنا كيلو وراك، وهنعملها مع كيس مكرونه بس بطريقه المطبقه. ناس كتير بتحب المطبقه، ولكن احنا دايما بنعملها بالمفروم او باللحمه عامه، حتى لو مكعبات او رغيش ايا كان. النهارده هنمشيها مع رقم بيه كيلو وراك، هنطلع طبق حلو جدا، عزومه حلوه جدا. الطبق الثاني كباب حله بالخضار بس من غير لحمه، هو اسمه وتفاصيله مقادير كلها كباب حله، ولكن شايلين منه اللحمه وحاطين بس صوص اللحمه، وهنشوف التفاصيل ماشيه ازاي. اما الطبق الاخير مع حضراتكم طبق شوربه مغذي جدا، بروكلي مع بسله ومع بطاطس وكريمه، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. طيب كنا بنتكلم معاكم النهارده قبل الفاصل على ثلاث اكلات في البساطه ان شاء الله. ايه الموضوع؟ جايب عندي وراك. الوراك ليها زبون عالي جدا، ليها اكيل حلو جدا، فعايز استغلها النهارده بخلاف بقى احنا بنستغلها في صواني بطاطس ومش عارف ايه. لا النهارده همشيها بطريقه حلوه جدا، بطريقه المبكبكه، ولكن ممكن نمصرها شويه او ندلعها شويه براحتنا. الاساسيات ان شاء الله بسيطه جدا. جايب عندي كيلو وراك وكيس مكرونه، اي خضار نفسي فيها اقدر اوظفه، المهم التركيه بتاعه التسويه وده اهم شيء. الطبق الثاني جايب عندي طبق او طاجن كباب حله، ولكن من غير اللحمه ولكن بصوص اللحمه. يعني القصه مش هيبقى حلو باللحمه او هيبقى وحش، ولكن التركيه برضو بتاعه التسويه والتتبيله وصوص اللحمه ده هيتوظف ازاي هنشوف ان شاء الله. اما الطبق الاخير طبق شوربه مغذي جدا كويس جدا، البروكلي مع البسله مع البطاطس، والبطاطس احطها عندي كماده ربط وكتست كمان، هنشوف التفاصيل ماشيه ازاي. طب نبدا بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فاول حاجه خالص هي الفراخ، ونشتغل بيها واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الوراك ممكن اقسمها على نصين، بسم الله، او اخليها زي ما هي ما عنديش اي مشاكل خالص. افضل نقسمها على نصين لعده اسباب. السبب الاول ان تستوي بسرعه معايا، السبب الثاني ان هي كمان تبقى كميتها اكتر من ما تكون اربع مثلا وراك او حاجه او ثمانيه، وهو ده المطلوب اثباته. بكسرها كده او بقطعها على نصين من عند المبصر، شايف فنم كده، حلو الكلام. وباجي هروح اعمل حاجه حلوه قوي بالليمون اللي قدام عيني ده، هتبل بيه برضو الفراخ كده على الوش، كله قدام حضراتكم في منتهى البساطه. وعندي كمان حبهان مطحون، ركز معايا في ده يا فنم، حبهان مطحون، وعندي بابريكا اللي هو الفلفل الارناؤوطي برضو مطحون، وعندي تاتش ملح لطيف اكيد برضو مطحون، ماشي الكلام. وعندي تشكيله حلوه من البهارات المقرمشه بتاعتنا اللي بنشتغل بيها مع حضراتكم، اللي هي فيها كل حاجه عندنا من البهارات، وهديها كمان عندي تاتش زيت هنا كده قدام حضراتكم كده. يبقى الليمون والبهارات دي وحبه الزيت مهمين جدا. مهمين جدا. يلا بينا، بسم الله، نقلبهم مع بعض كده، شموا ريحه الليمون وحبه البهارات اللي اتحطوا في منتهى البساطه. اكون الناحيه الثانيه مجهز عندي طاسه او حله، والافضل تكون حله كبيره زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل عندي بالفراخ على حله سخنه بالشكل ده كده، وشايف الليمون وهو نازل اكيد ريحته هتبقى اعلى بكثير جدا من الفراخ، وهو ده الهدف في اول صدمه يعني بنشتغل بيها. هتقول لي هي الطريقه دي اللي بيا؟ اقول لك لا، الطريقه دي فيها جزء اي نعم مصري، اللي انا بعمله ده الليمون مش موجود، يعني كل واحد ليه طريقه طبعا في طبخه، ولكن اللي بيجي حبايبنا بيعملوه بطريقه حلوه جدا، وانا واثق ان اكيد بيعملوه احسن مني في فكره ان ده طبق طبعا يعني طبق شعبي ليبي، فاكيد التفصيله دي هتكون هناك احلى بكتير. ولكن انا باجي اعمل الطريقه بقول انها عدل عشان بس ايه، احتفاظا بكل واحد وطبقه يعني، او كل واحد ومطبخه. طيب مع ان احنا طبعا يعني بقولها بكل صراحه، احنا كلنا مطبخ واحد، كل البلاد العربيه كلنا مطبخ واحد، ولكن احب احترم كل مطبخ واحترم كل ثقافه كل شعب، عشان كل واحد بيحب طبقه او اكل المطبخ بتاعه، ما يحبش حد يحرف فيه. يعني مثلا احنا مثلا تيجي تقول لي مثلا طبق مصري حد يعمله بطريقه، تقول لا يا عم ما بتعملش كده، هو ازاي؟ حقي اقول كده. ونفس القصه برضو لو بعمل طبق من اي جنسيه اكيد ممكن يحصل ده، فبحب اقول واوضح من اول التفاصيل. طيب نرجع تاني الفراخ، سيبها قدام حضراتكم بالمنظر ده، وابدا اقلب فيها واحده واحده. بس قبل ما اقلب فيها عايز اديها تيست تاني. طبعا تاني. ايه التيست التاني بقى؟ ورقتين غار حلوين، بسم الله، هنا كده حبيتين حبهان، لسه بقى كله هنا بقى قدام عينينا واحنا بنشوح، ولسه هنسلق هنا حته قرفه حلوه. اديني ريحه حلوه، اديني روائح، احس ان احنا بناكل حاجه يعني مخدومه شويه.
وابدأ أقلب بالمنظر ده. تشويح بسنة الزيت ده حطناها كمان في التتبيلة. طب مش هحط زبدة سمنة، أقول لك هحط، لكن واحدة واحدة. أنا بس بكسب الأول الألوان الحلوة دي بالريحة الحلوة دي، وبعدين نتكلم. أساس الطبخة مش إن احنا نحط مقادير على بعضيها ويلا بينا كله هيبقى زي الفل وهيمشي الحال برضه، مش هيبقى يعني وحش، ولكن مش هيبقى واو. في الطبخ بالذات أو بالأخص الطبخ ما ينفعش يكون عادي. يعني إيه عادي؟ يعني أما أخش المطبخ أو حضرتك تخش المطبخ أكيد النفس الواحد مننا بيبقى ليها طموح عالية جدا في الطبخ. مع حبك للمطبخ أو مع حبك للي بتطبخ له أو مع حبك من هوايتك اللي بتخش المطبخ بتجود وبتزود بذوقك. فهنا دي ليها ترتيبة تانية وملهاش علاقة ان شيف او حد، لا ليها علاقة ان اللي بيحب الاكل هيعمل حاجة بنفس كويس قوي. فانا بحب بصراحة اطعم الحاجات من الاساس واسس الطعم الطبخة من دلوقتي، وبعد كده كل اللي بينزل ده متكرر. يعني لو حضراتكم بتاخدوا بالكم احنا كل يوم بنشتغل بنفس المقادير او نفس الخضار اللي موجود او نفس اللحوم الموجودة، مش هتتغير. يعني الحمد لله نعمة ربنا يا رب يديمها علينا في مصر يا رب وعلى كل الناس كلها، نعمة حاجة الخضار بتاعنا موجود. فانا البطاطس عندي كل يوم والفلفل الالوان عندي كل يوم والبصل، ولكن الحرفه بتقول ايه؟ ناخد يعني الحاجه اللي تمشي على حاجه او الطريقه تمشي لحضراتكم، وده اهم شيء. احيانا في اطباق انا شخصيا ممكن تكون شايفها لطيفه، ولكن انا شايف ان ما ينفعش اعملها على الهوا، مش مناسبه لست البيت او مش هتبقى زي ما انا متخيل. في اطباق تانية ممكن تكون اقتصاديه شويه، ممكن تكون فيها نفس شرقي ان يكون قريب من بعض، وده مهم جدا، اهم حاجه عندي. طيب هرجع تاني، الملامح حلوه بس في حاجه ما عملناهاش ودي اهم حاجه، هدي تاتش فلفل اسود على الوش. شايف المنظر عامل ازاي؟ حلو كده الكلام، اقول لك زي الفل. طب وبعدين؟ اقول لك تعالى بقى نبدا نطبخ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا مع الطبخ بتاعي. هجيب عندي معلقه سمنه، ركز معايا في اللي جاي. بسم الله على الوش كده. ايوه يا فندم، معلقه سمنه مش كبيره على فكره، بص قد ايه كده. حلو كلام، كلام جميل. وبعدين يا شيف هجيب عندي بصلايه حلوه مفرومه او متقطعه صغير، يعني الافضل تكون مفرومه عشان ما تبقاش باينه في قلب المكرونه لما تخلص. احنا برده بنبص للطبق اللي بعدي، انا هعمل كله ان شاء الله في حله واحده كده زي الفل. اجيب عندي معلقه حلوه وابدا بسم الله اشوح بقى هنا الملامح الحلوه. معلقه السمنه نزلت بقى هنا مع البصلايه مع الحبهان، هنا في ريحه حلوه بدات تشتغل بقى الطبخه. جربوها مش تخسروا حاجه، كيلو وراك اقدر اعمل دي لنفسي فيه كله او فرخه طبعا، ولكن انا حبيت النهارده امشي الامور بشكل مختلف شويه. وانا شغال عايز اعلي بقى الالوان، فعندي معلقه هريسه كبيره فلفل رومي احمر مش سبايسي، مش سبايسي، معلقه كبيره كده تنزل اهو. فلفل رومي ده فلفل رومي مفروم بس عشان نبقى واضحين بس. حلو الكلام، كلام جميل. وعندي طماطميتين مبشورين، طماطميتين مبشورين كبار بسم الله كده، مع البصل ومع الهريسه ومع معلقه السمنه. وابدا اشوح الكلام ده كله مع بعض كده. حلو الكلام لحد كده، كلام جميل. بص الفلفل الرومي لما نزل ادى برضه سكه مختلفه. فلفل رومي كتير، يعني انا جايب مثلا قول مثلا نفرم في البيت قرنين فلفل رومي. وطبعا طبعا طبعا لازما كده نعدي على صديقنا نجيب واحد حار عشان برضه هيفرق معانا في التست. ممكن نجيب واحد اخضر وواحد احمر ونقسم وناخد جزء وجزء بحيث برضه يبقى الالوان لطيفه والدنيا برضه في اللطافه. نشيل بس كل الحاجات دي من قدامنا عشان نوسع على نفسنا. بسم الله. نجيب عندنا السكينة وهناخد قرن الفلفل اللطيف ده كده نقمع وناخد منه النص، وهنا ناخد منه النص ونشيل القمع ده كده متشكر. هاخد القرن، شايف يا فندم ده؟ اهو خدت قرن واحد ولكن مشكل ما بين ده ومن ده. وابدأ أقلبها شايل ريحة كويسة. أعمل إيه بقى دلوقتي؟ أبدأ أسوي وأبدأ أحط عندي مرقة حلوة. قبل ما أحط المرقة ماشي، انا مش هحط بهارات بصراحه عشان ما تغمقش مني، انا هنزل على طول بالمرقه. بسم الله الرحمن الرحيم، مرقه سخنه بسم الله بسم الله. اغطي بس الفراخ، ما ازودش مرقه كتير عشان انا هسلق جوه المكرونه وهطبخ جوه المكرونه فكله يبقى واحد ان شاء الله. تدريج التسويه مهم جدا، يعني كده دي اهم شيء حطيناها، ظبطنا التيست، خدنا لون كويس، ظبطنا كل حاجه، ما حطيناش بهارات كتير عشان ما نغمقش الصوص. سيبها شويه تكمل تسويه وبعد كده هنشوف حكايتنا ايه. الحكايه ما فيهاش تفاصيل كتير على ما انا احط مثلا فكرة حمص بسيبه عندي في الآخر، فلفل حار احنا حطينا كامل مش هنحط مفروم، فلفل رومي صغير ممكن احط بس انا حاطط هريسة ممكن احط بس الأخضر يبقى كاسر اللون مش أكتر من كده. بس اهو شايف على الوش قرن فلفل رومي أخضر على الوش، وأنا حاطط كمان اتنين حمر، فاحنا النهارده في تيست حلو ولطيف. اهو ساعة
سيب الكلام ده كله يكمل تسويته، ملناش دعوه بيه دلوقتي خالص. طيب المكرونه في الاخر برضو هتاخد معايا 7-8 دقايق سلق، فبعمل حسابي دايما المكرونه تبقى في الفينش، لان انا مش عايز بصراحه ربنا اخش في مرحله تسويه تانية واقرص تاني على تسويه المكرونه ونبدا نسخن. فالمكرونه هي والرز الافضل يعني لما بتطبخوا ويتاكلوا على طول، ما تسيبهمش اقعد اقلب فيهم تاني واسخن فيهم تاني. هخش على الطبق التاني وهشتغل بيه كباب الحله، ولكن من غير لحمه زي ما اتفقنا، والهدف منه شرط يعني او مش شرط عفوا يعني ان يكون جواها لحمه. ايه اللي ممكن؟ الطبق ده على فكره انا بعمله دايما لاخواتنا المسيحيين ربنا يديهم الصحه في وقت الصيامي، بيبقى تيستو عالي جدا والناس بتحبه جدا. فبرضه هو مش مرتبط معايا بصيامي ولا لازم اكون حاطط فيه لحمه، ولا مرتبط معايا ان اكون حاطط فيه فراخ. انا همشيه بطريقه هيلثي حلوه جدا، بتشوح كله بلطافه، وممكن احط قدامي جلاس يدي تيست حلو، ممكن اشوح بزيت او بزبده. برضه هنا نختلف، لو بنعمله صيامي بنحط طبعا سنه زيت، لو عايزين نكسر الصيامي شويه ممكن نحط زبده او سمنه. هنشوح الخضار بطريقه حلوه جدا، وتعال نكسر الرتيب عشان برضه ايه نبقى معلمين التيست ومختلفين شويه. نحط عندنا معلقه زبده حلوه، حاضر، معلقه زبده حلوه كده او معلقتين، بسم الله، حاضر. واجيب على الزبده دي على طول وانا شغال البصل الاول، بصل مكعبات. ومع البصل الاول هنزل عندي بالبطاطس، ودايما البطاطس بصفي الاول الميه. انا بجيب عندي البطاطسايه بقطعها احطها في ميه عشان ما تسودش مني واحافظ على البطاطس بتاعتي، وانزل بيهم الاول كتشويح. افندم واسف التاخير، امير هانم صباح الفل. الو، طب كلميني تاني يا اميره هانم. محمد باشا، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيخنا، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي، نحمد ربنا اولا، كل سنه وانت طيب وحضرتك طيب، مساهدينك يا رب بخير. تسلم، ونشوف ان شاء الله رمضان باذن الله كده. امين علينا جميعا يا رب، علينا جميعا بالخير والسلام يا رب ان شاء الله. امين يا رب. اولا النهارده ما شاء الله في تغيير حلو قوي في المنيو، يعني النهارده عشان خاطر نعمل الاسماك الجميله دي بدون لحوم والحاجات دي كلها، حاجه جميله قوي قوي، اشكر عليها. شكرا. وانا مش هطول على حضرتك قوي، يعني يمكن انا دايما بسجل على التليفون، بسجل مكالماتي معاك لما تديني وصفه او اي حاجه معينه. اتشرف يا فندم. الله يخليك. فالنهارده الحقيقه يعني فكرت في الحمام الكذاب، بس للاسف انا نسيت الطريقه بتاعته. حاضر، اوامر. لو تكرمت تدهاني الف الف شكر. شكرا لله يا فندم، اوامر. لا ما تقولش كده طبعا، ده على راس المكالمه والمتابعه. طيب ومشاهدتك بخير يا رب. كلك ذوق، وبشكرك جدا استاذ محمد، وبشكرك لمتابعتك وتركيزك في الحلقات، وحالا هرد عليك على طول قبل ما ناخد المكالمه عشان الراجل هتلاقيه مسجل المكالمه، فاعذروني في المكالمه اللي جايه هرد بسرعه. الحمام الكذاب ده عباره عن ايه؟ عباره عن وراك فراخ مخليه، ولكن لو كان الورك كامل قدامي كنت وريتها لحضرتك، بس انت بتقول للراجل بتاع الفراخ اعمل لي الوراك دي عشان هعملها حمام كذاب. هو عارف، عشان بيبقى اخر حته في ورك الفرخه من الزاويه الاخيره لما بيستوي بيبقى هي شكلها باين ان هي كانها رقبه الحمامه، ولكن هي مش حمامه. الورك مفتوح، ونجيب الرز وبنحشي وبنكلفته كويس، هعمله لكم ان شاء الله في فتره قريبه جدا ان شاء الله. حاضر. التتبيله، كوبايه الرز بتاعتي وكاني هحشي حمام، او كوبايه الفريك وكاني هحشي حمام. بعملها ازاي؟ معلقه سمنه، بصلايه كبيره، ببدا اشوحهم مع بعض مع حبه بهارات الاول، مع تاتش قرفه، ببدا اقلب كويس قوي، بحط مكعب مرقه، بحقق الامور، بنزل بعد كده بكوبايه الرز. هنا في نوع من التسويه او نوعين من التسويه، في ناس تحب تسويه تلات ارباع، في ناس تحب تسويه نص تسويه. انا بقول نص تسويه افضل عشان الفراخ تسويتها اقسى او اقوى او اكتر من الحمام. الحمام تسويه مختلفه عن الفراخ شويه. فبحط الرز بعمله نص تسويه، بسيبه يبرد سنه، وابدا بعد كده احشي كويس جدا واكمره كويس جدا. عندي طريقتين للسلق، يا اما اسلق زي ما بسلق الحمام عادي، او بكمره كله في الصينيه وبشربه وبدخله الفرن. الاسهل لك اعمله، ولكن الفكره كلها التتبيله احنا اتفقنا عليها او الحشو. عايز تحط كبد في النص بعد ما نخلص الرز وهو لسه نص سوا، بكون مشوح الكبده نص سوا برده وبحشي في النص. طريقه سهله جدا. في ناس تحب تحط خضره جواه، في ناس تحب تحط جواه تفصيله صلصه، انا بحب اعمله زيه وزي الحمام عادي، فده مهم جدا. افندم واسف التاخير. الو، اميره هانم صباح الفل. صباح النور، ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا فندم، ربنا يعزك دايما بالف خير يا رب. شكرا، كلك ذوق، تحت امرك. تسلم. تسلم. هو المبكبكه هل ما بتبقى بالفراخ؟ اما ندخل فيها فراخ، الافضل ان احنا نحط لها دبابيس مثلا او وراك، اي حاجه حضرتك نفسك فيها.
مفيش حاجه افضل حاجة. غير التسويات تبقى متظبطه بس مش اكتر. يعني بعمله النهارده ده وراك فراخ، ممكن تبقى فرخه كامله، ممكن تبقى صدور، ممكن من غير خالص، براحتك. لكن بتخش مع المكرونه في نفس التسويه عادي؟ لا حضرتك، احنا قلنا ايه دلوقتي؟ احنا شوحنا وخدنا صدمه، وبعدين حطينا خضار وشوحنا خدنا ريحه، وبعدين حطينا مرقه نسوي الفراخ شويه، نديها مثلا 80% من التسويه، وال 20% اللي هم مثلا فاضل 10 دقايق عشان تستوي، ببدا اسقط في الاخر المكرونه عشان ما تعجنش مني. برافو عليك، اشكرك. تمام عمرك. ايه تاني؟ تمام جدا. كنت عايزه اسال حضرتك على طريقه افندم، طريقه حلوه اعمل بيها السردين. اوكي، سمك السردين. سردين مخلل في البيت؟ ولا سردين صينيه؟ لا صينيه مش مخلل. تمام حاضر، ده انا عامل لك صينيه سردين بالخل هتعجبك قوي، هقول لك عليها. حاضر تمام. ايه تاني؟ ولو نقدر ان احنا عايزه يعني ممكن في المبكبكه افرم الخضار اكتر من كده ولا هيبوظ الطعم شويه؟ لا عادي مش هتفرق، تفرميه تخليه زي ما هو كامل براحتك. عشان الاطفال عندي ما بياكلوش خضار للاسف. لا ما احنا مش هينفع حاجه اسمها للاسف، احنا ناكل الاطفال خضار بطريقه حلوه، دي بتاعتك انت بقى يا هانم. انا قصدي كده، عندي واحد صغير كبير براحتك، ولكن الخضار لازم يكون موجود في الاكل. انا اسف. بس انا بشكرك، شكرا جزيلا يا فندم. حاضر. طيب خليني ارجع تاني. حطينا البطاطس اتشوحت، بص المنظر عامل ازاي، الالوان راحت لفين، كاني بشوح لحمه وهي ما فيش لحمه، بس الالوان بص البطاطس راحت لفين. هي دي القصه كلها. قبل اعمل ايه بعد كده؟ انزل عندي بالفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، وعندي حبه كرفس وكرات في النص اهو، كرفس وكرات نزل مع البصل ومع الكوسه، عفوا مع البطاطس، وهنزل عليها. وعلى فكره ينفع تحط فيها كوسه على فكره. هنزل عندي بالفلفل وهبدأ هسوي الكلام ده منه فيه، بس ههدي النار بقى خالص عشان انا عايز اعمل صوص حلو. فالصوص ده هيجي ازاي؟ مش من علو النار، ركزوا معايا في اللي انا بقوله بقى. لازم اسوي الحاجه بتاعتي على الهادي عشان لما اجي انزل بالصوص ياخد غلوه واحده وشكرا. حتى ممكن الغلوه تكون في الفرن مع طاجن، مش مشكله، ولكن التفصيله دي مهمه جدا اتكلم عنها. انا بشوح حاجتي اهو على الهادي، لسه ما حطيناش مرقه، وهسوي لسه بمرقه وكل حاجه، ولكن التشويح في الاساس مهم. ليه التشويح في الاساس مهم؟ عشان انا ما ينفعش اشرب مرقه او احط صوص والخضار اللي عندي لسه فريش، فاللي احطه عندي اللي يبدا المرقه او الصوص ايا كان، هلاقي الخضار طلع على فوق او على وش المرقه، فده مش صح. الافضل لما اجي اسوي حاجتي اخدها ميديم، ما تبقاش ولا هي تسويه كامله جدا الخضار تحس ان هو بقى شاورما، ولا كان الخضار لسه ني. فالنص التسويه ده مهم جدا، وبخلي الخضار يستوي اكتر في المرقه مش لوحده كده اهو. يعني المرقه هتسوي الخضار بفايدتها اكتر من ما اقعد اشوح فيه كتير في الزبده او السمنه. بسم الله، واحد ملوش تاني، تلاتة متشكرين، وهدي النار. لو على تسعة خليها على تلاتة. خدت بالك يا فندم؟ اهو. ليه بقى انا بسوي الخضار منه فيه واكمر كده؟ انا احط كمان عندي طماطم شيري كامله، مش هقطعها، اكيد بحط طماطم عاديه، ولكن يعني كامله زي ما حضراتكم شايفين مغسوله حته كويسه، وسيبها هي يعني تكمل تسويتها. طب والصوص يا شيف؟ اقول لك كمان شويه. طب والمشروم؟ اقول لك برده كمان شويه. ليه؟ المشروم تسويته مختلفه تماما عن تسويه البطاطس، فبالتالي تاخد وقت اقل، فانا بقرب شويه. يعني اول ما خلاص يعني فاضل لي 10 دقائق مثلا واقفل، ابدا انزل عندي بالمشروم عشان استفيد بس بالطعم واحس بالجشه بتاعه الخضار بتاعتي، وده مهم جدا جدا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. حاضر، بس بفكر في حاجه معايا. البكبكه. طيب يا فندم، ايمان هاني، صباح الفل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ علي؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ كل عام وانت بخير. وحضرتك بخير وصحه وسلامه يا رب. يا رب دايما تكون بخير. امرك امر. ايه، انا كنت عايزه احكي لوالدتي وخالتي كنت بتبقى الام. ينورونا ويشرفونا. حاضر، عينينا الاثنين. يا رب ربنا يخليك. حالا في الكنترول يا فندم. حاجه ثانيه؟ ايه، خالتي بس عايزه تسلم على حضرتك. طبعا اتفضلي. كل سنه وانت طيب. صباح الفل والهنا، ازي حضرتك وحضرتك طيب؟ منور الدنيا كلها. تسلمي يا ماما، ربنا يعز حضرتك، كتر خيرك. الله يخليك ويبارك لك يا رب في صحتك. الله يبارك في عمر حضرتك، كتر خيرك، تسلمي. الله يخليك. نورونا وتشرفونا يا ماما. الله يخليك. والله. الامر لله وحده. حاضر. الله يخليك يا حبيبي. حاضر يا ماما، حالا في كنترول. كل سنه وانت طيبين. وحضرتك طيبه وبصحه وسلامه، انت كل امهاتنا يا ماما. حاضر. الله يخليك يا حبيبي. اوامرك امر، شكرا. حاضر، بس في كنترول ما تقفليش السكه ونسجل بياناتنا. حاضر، خلاص يا جماعه ان شاء الله هانت. احنا بنتكلم النهارده كام في الشهر؟ خلاص 27، يعني خلاص قربنا اهو، خلاص على اول على الاسبوع الجاي باذن الرحمن هنبدا في مسابقات الامهات.
زي ما اتفقنا مع حضراتكم ووعدنا حضراتكم ان شاء الله السنه دي عندنا زي كل سنه. بفكركم بالجمله دي عشان بس الناس بتفكرني بجامل، لا والله مش بجامل، واكيد مش عامله عشان خاطر مامتي يعني، اه طبعا امي على راسي وفوق الدماغ، بس امهاتنا اللي بينورونا، وحب لاب مامتي بعمل كده، حب في امهاتنا، وقلت قبل كده الكلام ده ان هم ليهم فضل عليا في حاجات كتير جدا، فلو اعرف اعمل لهم سنه كامله مش شهر كامل لعيد الام هعمل ده، وربنا يقدرنا يستاهلوا كل خير، ربنا يديهم الصحه ويشفيهم ويخليهم لينا كل امهاتنا. الام المصريه دي والله العظيم يتعمل لها كتاب، والله يتعمل لها كتاب، مش بس امي او مش والله مش بتكلم على مامتي، على كل امهاتنا، ما هي مش مامتي بس في مصر يعني ان هي ام، فكل امهاتنا يعني يستاهلوا كل خير بجد والله العظيم. فان شاء الله بدايه من شهر مارس زي ما اتفقنا مع حضراتكم، وقلت يعني الحمد لله احنا مع حضراتكم هنا في اون من 2018، ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى كل سنه بنعمل كده، وربنا قدرنا ولينا عمر في اي وقت في اي مكان هنعمل كده واكثر من كده. فالسنه دي ان شاء الله شهر مارس كله للامهات، مش 21 مارس بس، وهنبدا كل اسبوع من كل يوم اربع في شهر مارس هيكون معانا ان شاء الله. لسه كنت بتكلم مع اخواتي امبارح واصدقائي في البرنامج، هيكون معانا ان شاء الله باذن الله اول مسابقه ستة من امهاتنا. الام اللي مشتركه مع معانا هنا في البرنامج، طبعا كل امهاتها تطورنا، ولكن انا بحب دايما يعني لما اقف مع امهاتنا المثاليين، يعني اللي هم كل امهات مثاليه طبعا وربنا يديهم الصحه، في امهات كتير جدا تستحق تتكرم كل يوم. طب بتكرمها ليه يا شيف وبتيجي ليه؟ اقول لك لا حاسب لعدة أسباب. تعالى النهاردة نشوف وبنسمع مع حضراتكم كل قصة أم بتنورنا قد إيه قصة كفاحها على تربية أولادها وعلى تعليم أولادها في ظروف، أنا آسف مفيش راجل يقدر يستحمل الظروف دي يا شيف. أه والله العظيم أنا بقول لك كده، راجل بمعنى كلمة أب كمان، إن يستحمل الظروف إن الأم دي عاشتها، بتبقى ممكن تكون بتبقى أرملة بتربي في أولاد يتامى، ما شاء الله كتير بيبقى عندها كم من الأولاد ثلاثة أربعة أيا كان، وتسمع بقى على اللي مطلعها بقى محاسب، واللي مطلعها دكتور، واللي مطلعها لا الحاجات دي لازم نقف كده ونسمع احنا كجيل اصغر منهم ونتعلم، نتعلم الناس دي ربت وكبرت وقد ايه تعبوا في حياتهم في ظروف يعني ظروف كانت صعبه عليهم. ويرجع فلاش باك، ما هو الكلام ده بكلمك فوق ال 20 سنه، ما هي الست دي مش يوم وليله بتعمل الحاجات دي، مش بتربي بتطلع شاب ولا بتطلع شابه ما شاء الله، وبتكبر وبتتعلم وبتجوز وبتعمل جمعيات وبتبيع ذهبها وبتقف مع ده وتقف مع دي وبتبقى في الاخر مش عايز تاخد حاجه من حد. كلهم بسمع كده يقول لك ما تاخدش حاجه من حد، انا بشتغل على عيالي، انا ما رضيتش اخد حاجه من اخواتي، انا ما رضيتش اخد حاجه من حد. فدي ام مثاليه، فعشان كده ان شاء الله نسمع ونشوف ان شاء الله الحلقات اللي جايه لحضراتكم امهات بجد تستحق الوقفه، مش على الهوا ده، توقف على دماغنا ان شاء الله ينورونا. حاضر حاضر حاضر. طيب انا هسيب كباب الحله ياخد وقته في تسويته، والفراخ تكمل سلقها وتتظبط مظبوطه مع نفسها، هطلع فاصل جدا بعد الفاصل ان شاء الله نكمل الوصف. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل، وهعيد سريعا مع حضراتكم عشان محدش ينسى، بس دخلنا في وراك الفراخ بطريقه المبكبكه، شوحناها وقطعناها وظبطنا امورنا وحطينا كل حاجه وسيبناها تستوي شويه، وتعالى نشوف الحكايه. بص النار الهاديه والدنيا عامله ايه، احنا مسويين على الهادي خالص. بص المنظر، قبل ما نحط لسه حاجه، بص شايف الفراخ وتسويتها، شايف المنظر؟ بص بعمل ايه؟ شايف؟ بص هنا ابدا، بص انا عملت ايه؟ خدت بالك؟ هنا ابدا اسوي بقى المكرونه في النص. ايوه اتفقنا لما خلاص بقى انا مظبط تسوياتي هبدا اعمل ايه بقى؟ بسم الله. هجيب عندي كيس المكرونه عادي جدا. ماشي الكلام؟ وهقلب، فيحتاج ميه، بس الاول قبل ما احط الميه اشوف انا معيار ايه اخباره قدام حضراتكم هنا. اهو شايف المنظر؟ ومش ميه، مرقه. اهو شايف المنامه عامله ازاي؟ حلو الكلام. هروح جايب عندي، تعالى معايا يا فندم انا اسف، شايف المرقه بتغلي دي؟ هروح جايب عندي واحد مكعبين مرقه مفرومين حلوين، بدل ما احط ميه واجيب عندي، قبل ما احط عندي المرقه او اي حاجه اروح مدوب كده حاجتي كلها كده، واخد بعضي بسم الله واطلع ازود المكرونه بقى بسم الله. شوف غطي بس كده، احنا قمر قوي. واخد حبه كمان للديم جلاس هنا مرقه كمان عشان ابدا اقفل بيها الطاجن بتاعي،
وكل ما تكون المرقه سخنه او الميه سخنه كل ما تكون افضل لتسويه اي حاجه على فكره. هرجع بقى اسوي اموري هنا، شايف المنظر؟ طب شفت تحط صلصه، تحط، انا مش عايز اخليها بصراحه مطبوخه قوي بقى بصلصه والجو ده، احنا حاطين طماطم فريش ومظبطين امورنا، وانا عايز امشيها كده النهارده. ممكن لو حبينا الصلصه عندي والله ما عنديش مشاكل خالص، بس انا شايف ان هي في اختلاف يعني برضو ايه، في طماطم محطوطه وزي الفل، فاحنا هنمشيها على كده. تعال بهر بالمره عشان ننسى الكلام ده. ادي حبه بهارات حلوين مشكلين، واجيب عندي تاتش الملح بتاعي واظبط اموري. كزبره ناشفه بحبها جدا. طب ليه ما تحطش في الاول يا شيف البهارات؟ اقول لك والله عشان ما تغمقليش الصوص يعني، وخلاص انا تمام جدا اهو. بسم الله، ريحه البهارات برده فرقت، وهعمل كده اهو وشكرا على كده. سيبها بقى تكمل تسويتها ان شاء الله، في النهايه هنشوف حكايتها عامله ازاي. حلو الكلام. تعال نبص بصه على طاجن، فاكر الطاجن ده الخضار الحلو ده؟ خلصان. هنعمل ايه بقى؟ نعلي التست بتاعه بايه بقى؟ بالديمجلاس. خلينا نجيب بوله افضل اكبر عشان نعرف نقلب كويس او نعرف ندوبها كويس، وده مهم جدا. اي ديمجلاس لما نيجي نشتغل بيه الافضل ما نحطوش من الباكت او من العلبه على طول، لازم ندوبه كده زي ما حضراتكم شايفين الاول فيه ميه دافيه بمضرب او بشوكه، كل حاجه تبقى قدام عينينا، واحنا كمان بنضيفه على الطاجن على اي حاجه بنعملها نصفيه كمان. تصفيه بصفه كده صغنن اهو، بص المصفه، وادي عندي الطاجن. بسم الله، وانزل كده اهو، بص اللي انا صفيته، شفت؟ خدت بالك؟ بدل ما ينزل هنا ويكلكع، فالافضل نصفي حاجاتنا عشان تبقى في الاحسن والاحسن. اول ما احس ان خلاص حطيت حاجتي كلها تمام والتمام هنا، انا كده زي الفل جدا باذن الله. هاخد غلوه واحده وهقفل في الفرن على طول، وادي كمان تاتش بهار لطيف كده على الوش وتاتش ملح. متشكرين على هذا منسيل الملح، وشكرا على كده. المشروم كمان ينزل دلوقتي بالمره هنا، تقلبتين حلوين بقى كمان مع الكلام ده كله. وبعد كده اول ما يربط سيكا ابدا اضيف الكلام ده كله في قلب الطاجن وادخل الفرن وانساه. اما بقى المبكبكه او المكرونه، نبدا نقفل بقى بالمره، نحط لها على الوش. احنا كنا متكلمين مع حضراتكم في حبه حمص، بحط الحمص في النهايه على الوش مع المكرونه، ياخد بس ايه الريحه، شايف الكلام؟ تمام. وبالمره لو حابب اضيف اي حاجه عندي ثانيه انا ما عنديش مشاكل، حتى الخضره هحطها عندي في الاخر، لكن كده احنا زي الفل والتمام التمام. عايز امشيها النهارده كده، مش عايز فيها صوص كتير بصراحه وتقيله والحاجات دي، عايز امشيها بطريقه خفيفه، كل مره بناكلها غامقه حمرا مش عارف ايه، عايز امشيها النهارده فيها طماطم وكل حاجه ولكن منها فيها. طيب شوربه البروكلي بالبطاطس، ايه يعني؟ مش فاهمك يا شيف، عايز ايه يعني؟ والله ولا حاجه، انا عايز اعمل طبق شوربه حلو، وان شاء الله داخلين على رمضان، فاحنا عايزين نعمل يعني شرب كتير جدا ان شاء الله، ويبقى طبق ثابت كل يوم مع حضراتكم، طبق الشوربه وطبق السلطه وبعد كده نتكلم. فاكيد لازم نفكر لحضراتكم ان شاء الله في 30 نوع شوربه كويسين و30 نوع سلطه كويسين في المنيو بتاع رمضان، يكونوا مختلفين عشان برضو دي حاجه مهمه جدا، بخلاف احنا في الشتاء او في الصيف بس احنا صايمين، فالصيام طبعا يعني ده مهم جدا. طبق الشوربه وطبق السلطه احنا كده مفيش كلام تاني، ولكن في حاجه برضو مهمه جدا ما تزعلوش مني يعني، مهمه جدا، طبق المخلل البلدي بتاعنا الحرش الحلو ده، ده موجود على المائده برضو في رمضان. فان شاء الله يعني يجي رمضان كده يا رب لحضراتكم بالخير والصحه والسلامه عليكم وعلى اولادكم ان شاء الله، دي يعني حاجات مهمه جدا. اهم طبق المخللات ده رايكم انتوا ولا كمان رايي كده الصراحه؟ المخلل ده هو اللي بيفتح النفس، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه فتح النفس لحضراتكم ولاولادكم في البيت كده على اللقمه اللي احنا بناكلها. طيب خلينا نرجع تاني اخش اعمل حبه شوربه. ايه البروكلي بقى يا شيف؟ طيب كنت لسه بتناقش انا وياسمين صديقتي قبل الفاصل قبل الهوا في موضوع البطاطسايه دي، حافظة شاطرة قالت لي المطبخ الفرنساوي يا شيخ مش الإيطالي، الإيطالي بياخد زبدة ودقيق، أما الفرنساوي بيقول لك حط بطاطساية، منها حاجتين، كمادة نشويات تربط بدل الزبدة ودقيق وكريمة، ومنها كمان بتبقى فيها فايدة غذائية عالية وهو ده المطلوب. طب ما يلا بينا، يلا بينا. أول حاجة عندي في الشوربة أ ب بصل وكرفس وكرات، ده قبل أي كلام. بسم الله، بصلية حلوة كده. طب زبدة وسمنة وزيت ولا إيه الأخبار؟ أقول لك لا، هم حبة زيت خفيف خفيف كده ونشوف حكايتها ماشية إزاي. أدي حبة الزيت، حلو الكلام. والكرفس والكرات يعني من غير كلام ينزلوا على طول كده مفرومين، وده موجود في كل حته، ده تاسيس الشوربه يا جماعه، والله في اي شوربه في الدنيا
لازم ألف ب ألف ب شوربه بصل كرفس وكرات وبعد كده نتكلم برضه يعني دي حاجات اساسيات. طيب معلقه لطيفه بسم الله ببدا اشوح حاجتي يبقى لوسيكا ما بقفرش فيه برضه التسويات بتاعه حاجه الشوربه ليه عشان برضه حتى لو هنحط كريمه او من غير كريمه او حتى اي شوربه او حتى لو كلير او شفافه مش صح ان انا اقرص عليها في التسويه ومش صح ان انا اقرص على الخضار حتى ممكن في الاخر يبقى طلعت حاجات غامقه على وش الكريمه وبعد كده ارجع اقول لا ده فلفل اسود. لا هو مش فلفل اسود احنا بس لسعنا الخضار فالافضل والالطف ان انا نيف ني حاجتي. طيب ارجع تاني عندي بطاطس وعندي بسله وعندي بروكلي. البروكلي والبطاطس هيتضربوا في الخلاط اما البسله لا البسله تبقى على وش الكريمه في قلب الموضوع. تعال نصفي البطاطس ونبدا نشوحها كمان مع الايه الكرفس والبصل والكرات هنزل بيها كده كمان بسم الله وراح مشوحهم مع بعض. بعد كده هعتمد ان شاء الله على الله ثم على المرقه تسوي لي حاجتي مش التشويح خلاص انا عايزه اعمل. طب احط دلوقتي يا شيف البروكلي اقول لك لا والله اصبر شويه. طب امتى هقول لك البروكلي بطبعه ضعيف جدا في تسويته. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بص حبه المرقه دول شكرا على كده 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 حاطط فيها مرقه فانا مش هحط مرقه تاني خلاص حلو. طيب نرجع تاني لموضوع البروكلي بس نغطي اول على البطاطس دي عشان هتاخد سلقه شويه وتربط معايا المرقه دي من النشويات اللي هتقع منها وبعد كده هبدا اقفل حاجتي واحده واحده. طب خلينا نرجع تاني لمعلومه البروكلي ليه مش تحط البروكلي دلوقتي. اقول لك والله حاجتين هو اصلا ضعيف جدا في تسويته شايف المنظر عامل ازاي اصلا يعني بص انا بقطعه عامل ازاي. طيب لما انا احطه وبسيب فيه العيدان دي على فكره ما دام في شوربه ولو عندي من دول اكتر كمان بستغلهم لبدام هضرب شوربه. طيب معلومه تانية عشان بعض الناس ممكن بعد ما تضربها هتلاقي فيها منسله شويه او فيها تفصيله بنصفيها ولكن الافضل لما نشيلها عشان بس ايه يعني نشتغل على مزاج. طيب ارجع تاني واتكلم على فكره البروكلي ده انا عايز احافظ على اللون ده. طب هل انت شايف هتضربها بنفس اللون؟ هقول لك اه ولكن اخد تسويته نص تسويه واضرب بكتابه او بضرب عفوا في الهاند بلندر و بحافظ في الاخر او بلاقي في الاخر اللون الاخضر ناصع مش بقى اسود مش بقى غامق مش بحب كده. فانا عايز اخد خضار البروكلي وهو فريش مع الكريمه فيبقى الخضار مع البياض لونهم شكلهم حلو واجي في الاخر ان شاء الله اقفل عليهم بالبسله وانا بشرب بالكريمه او انا بشرح كتير انا عارف واسف على الاطاله ولكن التفصيله بس انا عايز اوضح والله بس اتفضلي يا فندم اخد الكلام ده واطلع بيه على طاجن حلو وادخله الفرن. بسم الله حاضر عينيا الاثنين قاري طاجن الكباب الحله شايف منظر الخضار بتكلم فيه عامل ازاي وهوري حضراتكم الصوص قبل ما اطلع بيه على الفرن. بص الصوص يا فازي من ميه الى خدت بالك من ميه الى صوص من ايه من البطاطس طبعا ونشوياتها مع حبه الدم جلاس احنا كده زي الفل. اقول لك بس انا كمان ممكن اضيف له ايه الطبق ده خلاص انا مش عايز اضيف حاجه اكتر من كده ولكن تعالى ندلعه بمعلقه زبده تخليه محمر سكه بقى لما يخش الفرن. معلقه واحده بس مقطعها كده بس ولا اكتر ولا اقل. افندم جنى هانم صباح الفل. الو صباح الخير يا شيف علي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك ازيك يا شيف علي؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم ربنا يعزك كله بخير بسم الله. وحضرتك طيب تسلم ايدك على كل اللي بتعمله والله. بشكرك شكرا كلك ذوق تسلم يا فندم. خليك يا شيف علي والله انا بحب اكلم حضرتك والله. ده شرف لينا المكالمه والمتابعه والله يا ابو جنى. اسلامي على راسي يديك الصحه يا رب ويخليك يا رب شكرا تحت امرك امر يا فندم وان شاء الله كده عايزين شرب كده ان شاء الله في رمضان كده حاجات كده كتير كده حاضر عينيا الاثنين حاضر ان شاء الله رمضان يجي علينا بالسلامه ان شاء الله ونعمل حاجات احلى ان شاء الله حاضر يا رب. شيف عليها هو البروكلي ممكن يتسلق ولا يبقى ني كده لما تحط في الشوربه؟ هو ني حالا دلوقتي هيتسلق في المرقه بتاعت الشوربه لو سلقناها هيغمق مننا وهيستوي اوفر كوك هيبقى تسويه زياده على اللزوم فهو كده حلو قوي ما نسلقهوش لا خليه ني. تسلم ايدك يا شيف علاء ربنا يعزك شكرا تحياتنا لحضرتك واشترك حالك في المسابقه لو تكرمت اتفضل يا فندم. افندم طيب خليني فاصل ايه يا استاذ خالد؟ مش لسه طيب شايف الملامح راحت لفين؟ شايف المنظر؟ ابص بصه والله ايه السرق حسيت ان البطاطس خلاص خدت جزء من التسويه ابدا انزل بالبروكلي ما حسيتش ولسه شويه مش هنزل كده كده البروكلي مش هياخد مني وقت. هي دي البطاطسايه. اهي خدت بالك يا فندم انا بعمل ايه؟ امال مين اللي شايف؟ اهو لا هنا اهو في الحله تعالى هنا معايا. اتفضل يا فندم.
اهو شايفها؟ يا استاذ خالد. طيب بص يا فندم بتتصير شايفها في ايديها عامل ازاي؟ كده خدت جزء من التسويه، اقدر دلوقتي باذن الله احط عندي البروكلي ياخد غلوه وبعد كده هضربه ان شاء الله في الخلاط ولكن بعد الفصل. اتفضل. يا اهلا بكم مره ثانيه مع احلى اكل. اسف جدا للازعاج ولكن كان لازم نضرب ضربه سريعه بس مع حضراتكم ونشوف الفرق. وانا بضرب حبه الكريمه بصوا الخضار عامل ازاي، هو ده اللي بتكلم عليه. ممكن اديها بق مرقه كمان ازود لو حبينا، ده في ايدينا ان شاء الله. حبه كمان حلوين كده مش كتير عشان نحافظ على قوام الكريمه ونشوف حكايتها عامله ازاي بالمغرفه. بسم الله كده خفت شويه برضو، انا شايف ان الامور لطيفه. عايزين شايف المنظر. ده من ايه؟ من البطاطس. الكريمه لسه ما خرطتش معاها، يعني الكريمه فتحت للامور. اي نعم طبعا، ولكن الواضح زي ما حضراتكم شايفين. انزل دلوقتي لو حبينا بقى بالبسله تاخد غلوه ومتشكرين. التحقيق بتاعنا ملح وفلفل ابيض وبس. ادي حبه فلفل ابيض شايفه فانم مع حبه الملح اهو بس. تقليبة حلوة ومش هغطي عليها عشان ما تغمقش بالبخار، ده هيكمر معايا غمقان. لا كمان شكرا. واجيب عندي بولة حلوة. بسم الله بسم الله. شايف القوام عامل ازاي وشايف الالوان. دي اسمها شوربة كريمة حضرتك بالبروكلي والبسلة ومضروب فيها بطاطساية حلوة فمديها قوام حلو جدا. وهدوق طبعا طعم البطاطس لان حاطط بطاطس شوية زيادة، ومش فكرة ان انا حاطط البطاطس عشان بس تربط ان احط مثلا مكعبين مطرح معلقه الزبده والدقيق، لا انا حاطط بطاطسيه كامله استمتع طبعا بالبطاطس وادوقها كويس واستفيد كمان بالنشويات اللي فيها فبالتالي يطلع معايا القوام الحلو ده. والكريمه زي ما قلنا نص كوبايه متشكرين. اول حاجه لحضراتكم طبق شوربه كريمه عسل. الثاني الله الله الله، تعالى بقى نشوف الحكايه دي بقى استاذ، ركز معايا هنا بقى. تعالى لما ندلع الكاميرا شايف الملامح عامله ازاي؟ شايف التسويه بتقول ايه؟ هنا احنا زي الفل. قبل ما انزل احط عندي حبه خضره حلوين بقدونس شايف المنظر، وعليها بقى كمان يا استاذ خالد ركز معايا في دي حبه زيت زيتون قبل ما نغرف كده بس. واجي لما اجي اقلب مش اقلب معلقه خشب. ليه؟ عشان ما اهريش الدنيا. بس كليبر كده. شوف بعمل ايه عشان ما ايه ما بوظش الدنيا. وشكرا. تعالى بقى نجيب طبق حلو الشكة. بسم الله الرحمن الرحيم ننزل على طول كده من الحله. الله اكبر والحله ما بتكدبش معايا يا فندم. ايوه ليه بقى بقول الحله ما بتكدبش وبهزر في القصه دي؟ عشان ما انا زهقتش قصدي. شايف التسويه عامله ازاي؟ بالهنا والشفا لحضراتكم. بس نمسح بس الحاجات كده ونطلع على طول على المائدة. وكده يكون طبق مبكبكه
يعني ليه بقى على مصر بس بالفراخ. وتمام التمام، فاضل عندنا ايه باذن الله؟ الطاجن اللي في الفرن نطلع بيه على طول. الله، هنا الاول يا فندم، مرمرم، شوف كده معايا يا فندم، معلقه صغيره وهفكر حضراتكم بكل حاجه عملناها. شايف اللمعه الحلوه دي جت منين؟ فاكرين مكعب الزبده اللي حطيناه على الوش هو اللي اداني اللون ده. تعال نشوف الصوص كده، شوف، شايف الصوص منه فيه، شايف، شايف المشروم لونه عامل ازاي، البطاطس عامله ازاي، كل حاجه مظبوطه بالهنا والشفا لحضراتكم. كده يكون الطبق ده خلصان برده، نطلع على طول على المائده. شكرا وبالهنا والشفا لحضراتكم. الموضوع النهارده كان في البساطه واللطافه، يعني كان معانا النهارده طاجن كباب حله ولكن من غير اللحمه، بالخضار، شوربه بروكلي بالبسله والبطاطس، طبق صرفه حلو يفتح النفس، وعندي كمان كيلو وراك اللي عملناه مع حضراتكم مع طريقه المبكبكه وبالهنا والشفا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.